أيها الحضور الكريم، منذ 24 ساعة مضت تلقت حكومة دولة الإمارات طلب مساعدة من دولة شقيقة، يفيد بأن عددا من المختطفين اختطفوا بعض الشخصيات الهامة كرهائن وتحركوا بهم إلى جهة غير معلومة. كلفت حكومتنا القوات المسلحة بتقديم المساعدة وتخليص الرهائن، وأسند تنفيذ العملية إلى قوات مختارة تمتلك عناصر مدربة تدريبا عالي المستوى والقدرة على الاستجابة السريعة، ليكونوا بمثابة القوة الأساسية. أفادت التقارير الاستخباراتية الأولية للقوات المسلحة أن الرهائن وصلوا للمياه الإقليمية للدولة، وأنهم متواجدون في منطقة ما على كورنيش أبوظبي، وأن عدد المختطفين يتراوح ما بين 10 إلى 20 عنصرا مختطفا مشتركا في تنفيذ عملية الاختطاف. كلفت قيادة مجموعة الاستطلاع من حرس الرئاسة بإجراء استطلاع شامل لمنطقة الكورنيش باستخدام الطائرات بدون طيار، دخول الطائرة بدون طيار من يسار المنصة تدخل الآن طائرة تحمل مجموعة من عناصر العمليات الخاصة من حرس الرئاسة، مستعدون جاهزون. هذا عنصر من عناصر المجموعة التي تختطف الرهائن، يتجولون على ظهر هذه السفينة. هذه المجموعة الآن تقفز قفزا حرا من ارتفاع 8000 قدم. ستقوم هذه المجموعة التي قفزت بجمع المعلومات الاستخباراتية. هؤلاء هم نسور الإمارات الجسور، يحلقون عاليا، لا يهابون إلا الله. يدفعهم إلى ذلك حبهم لتراب هذا الوطن. أثبتت الطائرات بدون طيار قدرة عالية وفائقة في تتبع وملاحقة الإرهابيين واستهدافهم، وتمتلك قواتنا المسلحة طائرات بدون طيار حديثة مزودة بأحدث التقنيات. الآن قامت القوة المكلفة بتحديد موقع الرهائن. هذا هو التحديد الآن. هذا هو موقع الرهائن. القوة المكلفة ستنفذ الإجراءات المناسبة لتحرير الرهائن.
تشاهدون الآن مركبة الغوص التكتيكي تتسلل تحت المياه وتقترب من هدفها رويدا رويدا. اقتربت المجموعة التي قفزت من الأرض، ستقترب من الأرض وستبدأ فور وصولها بأخذ مواقعها وإنشاء نقطة مراقبة لتوصيف الهدف وتحديد موقع المختطفين، وستمرر المعلومات الاستخباراتية لقيادة القوة. ما زالت الغواصة أيضا مع عناصر رجالنا مستمرة في التقدم ناحية الهدف، ويصوب رجال قواتنا المسلحة بنادقهم لأي طارئ استعدادا لتحقيق أهدافهم. ينزلون رويدا رويدا صقورنا من الجو، بينما يأخذ هؤلاء الرجال من قواتنا المسلحة يأخذون طريقهم عاليا. نزول إلى الأعلى من أجل تحقيق الأهداف. رويدا رويدا ينزلون الآن، تحفهم رعاية الله وتدفعهم رياح حبهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم. وصلوا الآن والحمد لله إلى المواقع التي سينطلقون منها. سينشئونها هم، ينشئون نقطة مراقبة. يأخذ فريق النيران المشتركة مواقعه في نقطة المراقبة، يستخدمون كما ترون أحدث المعدات ويقومون بإرسال هذه المعلومات أمامكم الآن التي جمعوها عن القوة المعادية. يعتبر فريق النيران المشتركة من التشكيلات الحديثة في العالم، ولا يوجد إلا في حلف الناتو، حيث يقوم الفريق بتوجيه وتنسيق النيران الفعالة وغير الفعالة عن طريق مسيطر الهجوم النهائي المشترك جي تاك ومراقب النيران المشتركة جي اف او. يستخدمون الأنظمة الحديثة في تحديد الأهداف وتتبعها ومعالجتها. بعد جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، قرر قائد القوة إرسال مجموعة أخرى من العمليات الخاصة من حرس الرئاسة، وهو فريق مقاومة الإرهاب البحري، لمساعدة الفرق الأخرى في تحرير الرهائن. ستشاهدونهم بعد قليل. هم داخل هذه الطائرة يستعدون للقفز مع قواربهم. الآن من يسار المنصة تدخل طائرة لتساند العملية برمتها.
اقتربت ساعة ولحظة دخولهم. ها هم ينزلون الآن مع قواربهم بعد أن حلقت بهم هذه الطائرة، قوارب الزودياك سيغوصون تحت الماء والاقتراب من هدفهم. زادنا كثر الخطر عزم وعناد، كل ما يزيد الخطر نرويه دم، نرفع الرايات ونمد الأياد لأهلنا أهل الشهامة والكرم. العناصر المعادية التي اختطفت الرهائن تنزل الرهائن إلى قاع اليخت أو السفينة التي استخدموها لحجز الرهائن. قوارب الزودياك قوارب مطاطية تستخدم للاقتراب من الأهداف، وها هي الآن تقترب من اليخت وهي معدة أيضا للاقتراب أكثر فأكثر من الشواطئ. رجالنا، رجال قواتنا المسلحة الغواصة، سيداهمون اليخت، يخت المختطفين، بعد لحظات بعزيمتهم وقدرتهم وفدائهم. تشاهدون الآن فريق مقاومة الإرهاب البحري بدأ بالاقتراب باتجاه اليخت المحتجز، وسيبدأ الفريق بتثبيت سلالم الصعود. تشاهدون الآن طائرة البيل 47 المروحية تحمل القناصة. دخول طائرات البيل 47 المروحية من يسار المنصة. هذه الطائرات تحمل القناصة وستتوقف جوا بالقرب من اليخت. يوجه القناصة نيران أسلحتهم على المختطفين الذين تواجدوا على ظهر السفينة. ستقوم طائرة أخرى الآن أيضا بإنزال عناصر أخرى بالنزول. هناك تزامن في العمليات من الأسفل والأعلى ما بين فريق النزول بالحبال وفريق مكافحة الإرهاب البحري بعملية الاقتحام. ها هم أمامكم الآن تشاهدونهم ينزلون بالحبال على ظهر اليخت الذي استخدمه المختطفون، بينما يوجه أحد عناصرنا نيران مدفعيته ورشاشه وقوته إلى أحد المختطفين حتى يطهر الرهائن من هذه الأيادي الغاصبة. تجري الآن عملية تطهير الرهائن. رجال قواتنا المسلحة
يدخلون الآن حيث سيداهمون المختطفين، يدخلون لا يهابون إلا الله، تحملهم أقدام جسورة تعودت على المضي والسير على الحق والكرامة، يواجهون المختطفين بقلوب جسورة، عالجوا الهدف بسرعة وكفاءة وإتقان. أثناء قيام طائرة بلاك هوك بإنزال فريق النزول بالحبال، تظهر قوة معادية على حافة الشاطئ على يسار المنصة. تقوم طائرة بلاك هوك بمعالجتها في الحال. أثناء قيام القوة بالتحضير لانتشال الرهائن، تتعرض إحدى طائرات البيل لرماية من رشاش 12.7 مليمتر، وتبين أن مصدر النيران من قوة أخرى للعدو متحصنة في خندقين وفي مباني قريبة من شاطئ الكورنيش أمام ويسار المنصة. تقوم هذه القوة المعادية بالرماية كما تشاهدون باتجاه اليخت وباتجاه الطائرات العمودية. قرر حينها قائد القوة معالجة الأهداف التي ظهرت باستخدام طائرات الأباتشي، تشاهدونها الآن تتجه من الطيران المشترك وقوة من الفرسان مؤلفة من قاربين ريب وأربعة قوارب زودياك. تظهر الطائرات من أمام وخلف المنصة. تنفتح قوة الفرسان الآن. باتجاه أهدافها. تقترب مسرعة إلى الأهداف مباشرة. في تطور لاحق للأحداث، قامت قوة أخرى من الجماعة المعادية بإطلاق قذائف RPG ورماية الرشاش 12.7 مليمتر على طائرة بيل المروحية وهي تحاول مغادرة المنطقة، وتدفعها تلك الرماية للانسحاب بسرعة من منطقة الكورنيش. قرر قائد القوة تدمير مصادر النيران وكلف قوة التدخل السريع. ها هي وصلت إلى الشاطئ الآن قوة الفرسان معززة بحبها وولائها وجسارتها وانتمائها، تقتحم الأهداف مسندة بنيران طائرات الأباتشي. جباههم سمر، وجوههم مضيئة، عزيمتهم قوية. إنهم جنود الحق، جنود الوطن، جنود زايد، جنود خليفة. هكذا تربوا على حب الوطن والولاء لقيادته. هذه هي القيم الوطنية الراسخة ودورها في تعزيز أمننا الوطني وفق الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة. نعم، يجسد جنودنا البواسل روح الولاء والفداء عبر قيم الالتزام
والاعتزاز والتفاني في حماية ترابنا الوطني. يقتحمون المواقع، تساندهم طائرات الأباتشي. قوة التدخل السريع تدمر العناصر الإرهابية. تتألف قوة التدخل السريع من فصيلة مشاة آلية، لواء خليفة. نعم، مهمتها تدمير العدو بسرعة وقوة. تشاهدون الآن جنودنا البواسل بآلياتهم يقتحمون مواقع العدو. كما يقوم الجنود بالترجل على آلياتهم ويتقدمون بتشكيلة الاقتحام نحو مواقع العدو أمام ويمين المنصة. في محاولة يائسة حاولت الجماعة المعادية إسناد وتعزيز المجموعة السابقة التي وصلت إلى حدود الدولة. قام فريق النيران المشتركة بالإبلاغ عن وجود سفينة تقترب من اليخت الخاص بالرهائن في محاولة لاختطافهم مرة أخرى. ها هم رجالنا، أبطالنا، بواسلنا يقتحمون مواقع العدو بعد أن قضوا عليهم. فريق النيران المشتركة مرة أخرى يقوم بتحديد أهداف العدو. فريق الجيتات يوجه الطائرات إلى أهدافها. على يمين المنصة طائرة F-16 وستلحقها طائرة ميراج 5 المقاتلة. ها هي تقترب من على يمين المنصة، تحمل رجال قواتنا يقومون بمعالجة الهدف الذي ظهر لمساندة القوة المعادية. يدمرونه تدميرا كاملا. تقوم الطائرات المقاتلة بقصف السفينة وتصيب مقدمتها.
تستعد الطائرات العمودية لنقل الرهائن إلى سفينة حربية من قواتنا البحرية. تدخل الطائرات من على يسار المنصة الرئيسة. بعد القضاء تماما على الجماعات المعادية المختلفة في كل المواقع، تقوم طائرات بلاك هوك بالتوجه ناحية اليخت لانتشال الرهائن. تنزل من هذه الطائرة سلة، وعدت سلة الإيرتب، تقوم بإنزالها طائرة البلاك هوك. بعروقهم تجري فصايل دماكم، أصفى وأوفى ما خلق رب الأجناس، ضباط وجنود الوطن في ذراكم. يا عيال زايد، يا عيال زايد، تربية راعي الباس. في هذه الأثناء يوجه فريق الاقتحام الرئيس على متن اليخت بتوجيه الرهائن بالتحرك إلى الجزء الخلفي من اليخت استعدادا للصعود على سلة الإيرتب التي تقوم أو قامت بإنزالها طائرة البلاك هوك. سيستخدمون السلة الآن للصعود عليها ونقلهم إلى مكان آمن على القطعة البحرية. الآن تم رفعهم للأعلى. يقوم عناصر التأمين من قوة الاقتحام الرئيسي بحمايتهم من جميع الزوايا. تتوجه الطائرة بهم إلى نقطة آمنة تم تحديدها سلفا من قائد القوة. ترافقها طائرة بيل 47. على يسار المنصة يتوجهون لإنزال الرهائن الذين تم تحريرهم بفضل الله تعالى. طائرات بيل طائرات بيل 407 ترافق الطائرة. هذه هي القطعة البحرية التي وصلت إليها الطائرة لإنزال الرهائن بعد أن تم تأمينهم. تتمتع قواتنا المسلحة بالجاهزية الكاملة للقيام بواجبها الوطني والإقليمي لتحقيق أمن شعبنا والمقيمين على ترابنا الطاهر وضمان استقرار منطقتنا.
ها هي قواتنا القوة والقدرة العسكرية القادرة على القيام بمهام التدخل السريع بمرونة وكفاءة عالية. ستشاهدون الآن عروض فرسان الإمارات، عرض جوي رائع يقدمه فريق فرسان الإمارات. أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير، والأرض عرض الروح لجلك تسامى سومة كريم ما يخاف المخاسير، والأرض عرض الروح لجلك تسامى سومة كريم ما يخاف المخاسير. الله الوطن رئيس الدولة، اللهم احفظ بلادنا ورئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه وولي عهده الأمين وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وأبناء شعبنا والمقيمين على هذه الثرى الطيبة الغالية. وقت ممتع نتمناه لكم مع هذا الاستعراض الجوي الرائع الذي يقدمه رجالنا من فريق فرسان الإمارات.
إنهم فرسان الإمارات للعروض الجوية، يفتحون نافذة واسعة من الفضاء يطلون على لوحات الإعجاب من البشرية لهذا الوطن، يشاهدون من الأعلى فخرنا واعتزازنا بهذا الوطن بهذا المنجز. مشاهد الفخر بوطن أصبح علامة من علامات التميز في حماية الإنسان في أرضه وبحره وجوه. ابن الإمارات يقف على ساحل الحياة فيرى سفن العالم تهفو للرسو على موانئه مملوءة بالفرح وبدهشة الإعجاب بمنجز عالمي لا مثيل له. هذا هو الاستعراض الانفرادي السولو، ما تشاهدونه الآن. يحلقون ولكنهم يتكئون على موروث متين ومخزون حصين. يتلاحمون، يتكاتفون، يتألقون دوما ضد صرير الريح وضد خرير المياه المنسابة إذا ما أرادت أن تضرنا. ها هم صقور الجو المتخرجون من كلية خليفة بن زايد الجوية بتشكيلات رائعة. تشكيل آخر من صقور الجو يشقون الغمام والمدى لأنهم الامتداد في هذا الكيان الوحدوي، يلونون وجه السماء بلون علمنا بلون عزتنا، يلونون وجه الحياة بالسعادة والألفة والأمان والاطمئنان. إننا في وطن يحمي الوجدان ويعلي شأن الإنسان ويرعى طموحات الفرد. طائرات الإرماكي الإيطالية والتي تتميز بأنها أفضل طائرات الاستعراضات في العالم بلونين، الذهبي رمز الصحراء والأسود لون الذهب، الذهبي الأسود ما حباه الله لهذه الأرض بعد أن سخرته القيادة الرشيدة لخير المواطن والمقيم.
إنها دولة الرعاية والعناية والحماية. يشكلون علم الوطن الأبيض الذي يدل على بياض قلوبنا، والأحمر الذي يدل على قوتنا وعزمنا، والأخضر لون أرضنا، والأسود هو لون ليل المعتدين على أرضنا. نشكر حضوركم أيها الجمهور الكريم، تشاهدون في سماء هذه الأرض هذا الصعود السريع وهذا النزول المفاجئ من هذه الطائرة من صقور الجو الإماراتيين. فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية. الحمد لله الذي وهبنا وطنا عزيزا، ووهبنا خليفة الإنسان القائد المتفرد في العطاء والانتماء والصفاء والنقاء، زعيم مع نسائم الصباح والمساء تتجسد صورته في المشهد الوطني ويعلو اسمه مع ساريات الأعلام. يشكل مرة أخرى ويرسم قلب للحب. هذا هو قلب الإمارات الذي يجمع ولا يفرق، يحتضن المواطن والمقيم، قلب السماء. قلب السماء يجدد نبضه من خلال هذا التشكيل الذي قام به فريق الفرسان. أصحاب السمو الشيوخ، ضيوفنا الأكارم، جمهورنا الحبيب العزيز، نشكر لكم قدومكم ومشاركتكم الكريمة للعرض العسكري حصن الاتحاد، ونترككم تشاهدون أيضا أجمل العروض الاستعراضية التي يقدمها وما زال فرسان الإمارات الأشاوس.